تعالوا بقى نتعرف لأول مرة على أسرار الاندماج ما بين شركات كايروس رئية للدواجن والأهرام للدواجن خلال لقائنا مع المهندس أنور العبد رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة الأهرام للدواجن. الكلام ده كان من حوالي 40 سنة. المهندس أنور العبد رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة الأهرام للدواجن، حضرتك من حوالي 40 سنة أسست الأهرام للدواجن وفي قمة النجاح تم الاندماج مع شركة كايروس رئية. حضرتك لأول مرة هتتكلم في هذا الأمر. أنا عمري في حياتي ما سمعت الدكتور أنور أو المهندس أنور العبد بيتحدث عن هذا الاندماج. تمام. أسراره إيه وليه كان الاندماج وماذا تتوقع؟ الشكل هيبقى عامل إزاي؟ الحقيقة إحنا الشركة ابتدت من 40 سنة تقريبا، وخلال الفترة اللي فاتت دي كان في توسعات مستمرة، فالحمد لله يعني قدرنا نضيف كتير للشركة من مزارع قطاعات للتسمين، قطاعات أمهات. عملنا المجزر في حوالي 2009 وعملت أشهر فرخة في مصر شهد، والحمد لله نجحنا ننتج فرخة اسمها شهد، ولغاية دلوقتي شهد تعتبر من الفراخ العلامات المميزة في السوق المصري. وخدنا أرض في مدينة السادات، عملنا مصنع جديد، مصنع علف في سنة 2014، وعملنا مصنع للاستخلاص الزيت الصويا وتكرير الزيوت، جميع أنواع الزيوت وتعبئة. يعني منظومة كانت متكاملة الحقيقة، كل مرحلة بتسلم التانية بالضبط. وأيضا مصنع الزيوت الحقيقة ما بياخدش بس زيت صويا، بياخد جميع أنواع الزيوت وبيكررها وبيعبيها في عبوات مختلفة للسوق المحلي والتصدير وفعلا فتحنا تصدير لبعض الدول الحقيقة الحمد لله، وفي خطط توسعية كبيرة في تصدير أكتر بإذن الله. الاندماج كان في قمة النجاح، لماذا؟ الحقيقة الاندماج كان لازم يحصل. الشركة كبرت وعندها طاقات كبيرة جدا، كان عاوز إمكانيات كبيرة عشان نستغل الطاقات دي بحيث إنها تفتح مجالات للتصدير بعد كده وتنتشر في السوق المحلي أكتر من الأول، وفعلا ده اللي حصل. الحمد لله حصل اندماج مع كايروس رئية الأستاذ أيمن الجميل. استحواذ كامل ولا في نسبة؟ لا، استحواذ حوالي 55% 56% الأستاذ أيمن لكايروس رئية، والباقي 46% فضلنا بيوم يعني. هل كان الهدف من اندماج شركة كايروس رئية مع الأهرام الدواجن هو الاستفادة من خبرتها في صناعة الدواجن، وخاصة أنها مكلفة بإنشاء مدينة لصناعة الدواجن؟ طبعا ساعتها كايروس رئية كان عندها ابتدت في مشروع كبير الحقيقة في الواحات، طاقات جبارة الحقيقة في التسمين وفي الأمهات، ومعمل تفريغ على أحدث مستوى، فكان لازم يكون في اندماج بين الشركتين عشان الشركتين بتخدم على بعض، وده اللي حصل. قدرنا نستغل كل الطاقات الشركة عندنا، يعني كنا بنذبح حوالي 20-25 ألف في اليوم، دلوقتي بنذبح وصلنا ل50 وأكتر، والحمد لله في القطاع الأعلاف برضو وصلنا الأرقام مرضية 150-180 ألف طن، وإن شاء الله برضو يكون في زيادات في الفترة اللي جاية. فاللي عاوز أقوله إن الاندماج أفاد الشركتين الواحات والأهرام، وده في صالح السوق طبعا، سوق الدواجن، وفي صالح الانتاج نفسه. النجاح اللي اتحقق النهاردة انت راضي عنه بنسبة قد ايه بخبرة 40 سنة؟ والله بنسبة 100%. من خبرتك في صناعة العلف، الناس بتشتكي من السموم الفطرية في العلف، ننصح المصانع نقولها ايه تشتغل ازاي؟ والله مشكلة السموم الفطرية دي مش مشكلة السنة دي بس او السنة الفاتت، دي مشكلة بقى لها فترة كبيرة الحقيقة. ده يتوقف عن نوعية الذرة الصفراء اللي بتجيلنا من بره. كتير جدا بتكون الذرة مقبولة، وكتير جدا بيكون فيها نسبة عالية من السموم او اكتر من المسموح بيها، وده الحقيقة في دور لوزارة الزراعة في الموضوع ده، هي بتاخد عينات وتحلل وبترفض اي شحنة خارج المواصفات او بتقبلها لو في المواصفات الفنية. اما كيفية علاجها فيعني كل دلوقتي في خبرة جامدة جدا في كل المصانع، اي مصنع بياخد عينات ويحللها، ولو لقى فيها نسبة عالية بيضيف مضاد سموم عشان يعالج السموم اللي فيها. فلازم يكون في رقابة على الوارد لكل المصانع وعشان الانتاج ما يتأثرش بعد كده. الدرة نتوسع في زراعتها بشكل كبير جدا عشان نأمن مخاطر السموم الفطرية اللي بتدمر الصناعة دي. والله الدرة المحلي يعني جودتها أعلى من الاستيراد بكتير جدا، يعني أنا لو عندي درة محلي
احبذها عن اي ذره تانية سواء كنت بتستقبلها في المصنع برازيلي. اه طبعا بس كمياتها قليله، هي دي المشكله. فالتوسع مطلوب، اتاحه الاراضي مطلوب للمستثمرين، وسهوله الحصول على اراضي للزراعه والخدمات بتاعتها، والمستثمر مستعد يزرع عشان ده هيقلل من الاستيراد وهيقلل من ان احنا ندفع بالعمله الصعبه، وهيحسن من الانتاجيه بتاعت الدواجن كمان. حضرتك النهارده فرخه شهد سيده دواجن مصر الحمد لله. طيب لما نيجي نتكلم على سعرها في رمضان وسعر مصنعاتها في رمضان راح على فين؟ تحديد الاسعار يتوقف على التكلفه. حضرتك عارف الفتره طبعًا اللي فاتت دي طبعا العمله كانت مشكله اثرت على كل الاستثمارات واثرت على تكلفه المنتج النهائي، وبالتالي الاسعار لو الاسعار هتنخفض لو الدولار توفر في البنوك لمستوردي الخامات، وبالتالي هينعكس على تكلفه المنتج النهائي، هيكون في انخفاض سعر العلف، انخفاض ملحوظ يمكن اكتر من 25-30% من الاسعار. تتنبأ بده؟ تتوقع ان ده يحصل فعلا خلال الشهرين اللي جايين؟ يوفروا الدولارات للخامات، دي اهم حاجه عشان دي سلعه اساسيه.